الاحتضان والدعم يشكل الدافع الأساسي لصقل الموهبة وتطويرها. شروق جابر من قطاع غزة لاقت المساندة من أفراد عائلتها حتى استطاعت تحقيق ذاتها وترك بصمتها المرحة والعفوية في مجال التصوير. بعدستها تلتقط أجمل اللحظات وأكثرها عفوية. شروق جبر فتاة من مدينة غزة أوجدت لنفسها مكاناً في عالم التصوير، وعملت كثيراً لتضع حجر الأساس لمشروعها الخاص رغم المعيقات الاقتصادية والاجتماعية. بلشت أحب التصوير أو أحس حالي عن جد يعني شادني كتير موضوع التصوير ب 2014، وكان أيامها معي الجوال فكنت توجيهي، وكنت يعني أخذ جوالات إخواتي أي حدا من العيلة بس أصور المشهد اللي أنا شايفها قدامي. وطورت الشغلة عندي بعد توجيهي، حبيت كتير كتير التصوير واشتريت كاميرا وبلشت فيها من 2016. أكثر تخصص حبيته بالتصوير هو تصوير الأفراح، فكان إنه في خصوصية للعرسان، فكنت كتير أتصعب إنه أنا كيف بدي أشوفهم، كيف بدي أتعرف عليهم، كيف بدي أعرفهم عن نفسي، كيف بدي أقنعهم بالتصوير، كيف بدي أعطيهم العروض اللي أنا عاملاها. صعبت بانه الاقي مكان مناسب، كان يعني السبب الاول انه الشيء المادي، يعني كثير كنت ادور على اماكن بغزه فكان انه السعر كثير غالي، وانا كنت يعني صبيه باول عمري، يعني تقريبا كان عمري 20 سنه اول ما بلشت انه انا بدي الشيء هذا. كان الدعم الاساسي لي والدي الحمد لله، فكانوا كثير مشجعيني يعني على الموضوع هذا. احيانا بسال الناس انتوا ليش حابين تصويرك؟ مشان التفاصيل، مشان صورك العفويه. فاكتشفت انه الناس بتحب اصورهم مشان الصور العفويه، فكان هو الدافع لي انه انا اكمل بالمشوار.